ازيكم عاملين ايه؟ كنت طلبتوا مني ان انا ارسم لكم باربي، هنرسمها النهارده بطريقه سهله وبسيطه زي ما تعودنا، ان شاء الله تعجبكم تبقى سهله بالنسبه لكم. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه اللي مش عامل، ولايك وشير الفيديو، وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وارجع لكم بالتفاصيل. رجعت لكم تاني، وزي ما تعودنا في بدايه كل فيديو انا ببدا احط الكتله بتاعتي او الرسمه بتاعتي، بحدد مكانها بخط خفيف. انا عارفه ان هو اوقات كتير مش بيبقى باين لكم، بس انا لازم احدد مكان الرسمه بتاعتي عشان تطلع مظبوطه وما تفاجئش ان الصفحه مش مكفيه في الاخر. فانا بحدد المكان وبعد كده هنعمل التفاصيل. بحاول اسرع لكم شويه في الفيديو المره دي عشان ما اطولش عليكم. هحدد مكان الوش وشكله بخط خفيف خالص. طبعا احنا اتفقنا ان الخط بيبقى خفيف بالرصاص علشان ما يبانش بعد كده واحنا بنلون يبقى مضايقنا، او يعمل كده ظل كده رمادي واحنا بنلون، او لو مسحناه وكان تقيل قوي حتى لو اتمسح ممكن يسيب اثر في الورقه. بيبان زي ما قلت لكم في درس ازاي نلون صح، بيسيب خط ابيض محفور جوه الورقه، مش بنقدر ان احنا نملاه بالالوان غير بصعوبه قوي، بيبقى باين في التلوين وهيضايقنا. فبنعمل بخط خفيف بحيث ان احنا ما نحفرش في الورقه عشان واحنا بنلون يبقى تلويننا نضيف جدا ما فيهوش اي مشاكل. وبحط مكان كده الشعر بخط برضو خفيف، انا بحدد بس المكان بتاعي وهبين لكم كل حاجه بعد كده ما تقلقوش. انا هنا بقسم الوش عشان اعمل الجنب اليمين زي الجنب الشمال على قد ما اقدر. بحدد مكان العين عشان ما تطلعش عين فوق وعين تحت. الناس اللي شافوا كورس البورتري من البدايه الاحتراف هيفهموا اللي انا بقوله ده. الناس اللي لسه صغيرين او لسه ما شافوش الكورس ده او كبير قوي عليهم، دي حته بسيطه في رسم الوش ازاي نرسمه مظبوط ونخلي الجنبين زي بعض بالظبط. نبدا نعمل التفاصيل بالراحه خالص محافظين على الخط الخفيف بتاعنا. هنا انا رسمت العينين، احاول على قد ما اقدر ان العين اليمين تبقى قد العين الشمال، مفيش واحده طالعه فوق وواحده نازله تحت، نظبطها بس طلعت كبيره شويه. والانف انا هكتفي بس بالفتحات بتاعت الانف والحته اللي تحت كده، لان ده كرتون مش طبيعي قوي يعني، فمش دايما بيرسموا الانف كلها. وبرده ممكن ترجعوا لدرس اللي هو ازاي نصمم نبتكر شخصيه كرتون، هتلاقوا فيه اشكال كتير لو حابين انتوا تعملوا شخصيه كرتون من خيالكم او من ابداعكم انتوا. الشفايف بقى هنبدا نحطها كده بالراحه.
انا هنا حسيت ان الشفة اللي تحت كبرت قوي مني، فهصغرها بس شوية. وبكده بقى حطيت كل الملامح بتاعتي او كل الشكل بتاعي مظبوط في اللوحة، وراضية عنه، مكانه مظبوط، مفيش حتة مش لاقية لها مكان او اتزنقت مني فمش حلوة، لا كله تمام. نبدأ بقى مرحلة التحبير. زي ما اتفقنا ان اغلب الشخصيات الكرتون تقوم دايما متحبرة بالاسود او متحددة بلون اسود. هبدأ احبر بالراحة عشان لو في حاجة مش واضحة ليكم بالقلم الرصاص هتوضح معاكم بالقلم الحبر ان شاء الله، واحده واحده ورايا، وهيبقى كله باين ان شاء الله وكله تمام. ولو في اي حاجه مش واضحه اكتبولي في التعليقات تحت الفيديو، وانا ان شاء الله راعيها في الفيديوهات الجايه.
كده خلصنا، نيجي بقى لمرحلة مسح القلم الرصاص عشان بقى الرسمة نضيفة وجميلة وتمام. انا سبت هنا الشفايف، هعملها بالالوان هتبقى شكلها حساها يبقى احلى. طبعا زي ما بنقول كل فيديو بأكد عليكم كل فيديو عشان الناس اللي لسه اول مرة تتابعني، التلوين هنا متسرع جدا، احنا بنلون بالراحة على مهلنا. نقدر نشوف تاني درس ازاي نلون صح عشان نشوف ازاي التلوين وازاي ندمج اللون مظبوط وازاي يطلع شكله حلو وطبيعي. ان احنا برضو حاجات بسيطة كده، ان احنا مش بنلون، مش بنسيب فراغات، احنا بنلون مش بنخرج بره، بنمشي كله في نفس الاتجاه، نحاول على قد ما نقدر ما بقاش شخبطة وعلى مهلنا خالص خالص. انا هنا بس بسرع عشان وقت الفيديو، لكن احنا بنلون بالراحة وعلى مهلنا عشان تطلع الرسمة في الاخر نتيجة تعجبنا ونبقى راضيين عنها. وبكده نبقى خلصنا، يا رب تكون عجباكو، تبقى بسيطة وسهلة بالنسبة لكو، واتمنى ان انا اشوف تعليقكو على الفيديو ورأيكو فيه تحت في الكومنتات تحت الفيديو. وما تنسوش مش عامل سبسكرايب للقناة يعمل ولايك وشير للفيديو، واي طلبات اطلبوها تحت الفيديو برضو اعملها لكو فيديو منفصل. اشوفكو فيديوهات تانية كتير، على خير.